السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. سعيد باللقاء معكم مجددا في أخبار في دقائق. اليوم غادي نتكلموا على أمر يدعو للقلق، لأن نظام الحكم في الجزائر حاليا يعيش تجاذبات وصراعات الأطراف نتاعها أو الأجنحة نتاعها اللي فيها ولات غير راضية عن الوضع وكيفية تسيير دواليب الحكم واتخاذ القرارات، خصوصا هذه القرارات اللي حاسمة واللي عندها أساسا علاقة بالعلاقات ما بين الجزائر مع محيطها الإقليمي والدولي. أمينة عام حزب العمال لويزا حنون صرحت بكلام خطير، وهي كي تصرح بكلام عرفوا باللي هذا الأمر راجع لمشي من تلقاء نفسها، بل هي كانت ودوما تمثل شغل بورت بارول نتاع واحد الطرف داخل النظام. لويزا حنون اللي هي رئيسة حزب العمال، الأمينة العامة لحزب العمال، قالت في واحد الحديث لصحيفة الخبر السياسي أن الجزائر راها ماشية نحو الصوملة، يعني نحو الصوملة. وش هي نحو الصوملة؟ يعني نحو الوضعية اللي كانت فيها الصومال في حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه. وأضافت هنا لويزا حنون أن الجزائر عندها مساران، إما انتصار الثورة أو الغرق في الفوضى المفككة. واعتبرت لويزا حنون أن السلطة الحالية ما راهاش باغية القطيعة مع النظام السابق الممتد منذ 1962، وهنا راها تقول نفس الكلام اللي طالما أنا رددته وقلت أن النظام الحاكم في الجزائر لم يتغير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. حذرت من الاحتقان السياسي والاجتماعي اللي راها عايشته البلاد، وحذرت من الانفلات، وانتقدت الوضع الاجتماعي بشدة وحملت المسؤولية للحكومة، وقالت ذكرت أن هناك إنكار، وهذا كلام هام جدا، إنكار لما يريده الجزائريون. يعني واش راهم باغيين الجزائريين؟ ما رهاش الحكومة خاديتها بعين الاعتبار. كما دعت إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية عن طريق مراجعة السياسة الاجتماعية والاقتصادية واحترام الحقوق والحريات. هذا الكلام اللي قالته لويزا حنون كما سبقت وقلت ما هوش كلام يجي من يعني من تلقاء نفسها، بل هي راح تمثل وجهة نظر جناح قوي داخل النظام، وهذا الجناح للجميع أو المتابعين للوضع السياسي في الجزائر يعرفوا أن لويزا حنون كان عندها علاقات ممتازة مع رئيس دائرة الاستعلامات والأمن السابق الجنرال أو الفريق محمد مدين أو المعروف بالجنرال توفيق. راكم تشوفوا الصورة نتاعه، هو ما عندوش صور كثيرة، هو قليل الظهور وما يتكلمش بزاف، وعمره ما صرح الوسيلة إعلامية ولا دار تدخلات. هذا كان رئيس المخابرات الجزائرية لأكثر من ربع قرن. وقبل ما يكون رئيس المخابرات الجزائرية ابتداء من 1990، راكم تشوفوا هنا مرسوم التنفيذ الفردي اللي تم إصداره في يونيو 87، وين تم تعيينه من طرف الرئيس الشادي بن جديد رحمه الله رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن في رئاسة الجمهورية. ومن بعد تم إنهاء المهام نتاعه كما راكم تشوفوا هنا في الصورة، تبقى لما ورد في الجريدة الرسمية. راني نتكلم لكم كيعني عجالة على هذه الشخصية. في 1988 ما ولاش رئيس قسم شؤون الدفاع، ومن بعد في ديسمبر 1988 عينه الشادي من جديد مدير مركزي الأمن الجيش،
وقع في هذا المنصب إلى غاية تعيينه كمدير يعني الأمن العسكري لا سيكوريتي ميليتير العسام اللي بعد ولات للدي ار اس. هو ببساطة سيتي لو بارتنير نتاع بوتفليقة في الحكم من 1999 إلى غاية 2015. و لويزا حنون ارتبطت بعلاقات قوية معه وكان دعمها وكان كيبغي مرة الرسائل للسياسيين وللعسكريين اللي في نظام الحكم يخليها هي تتكلم. هذا الشيء اللي قالته لويزا حنون عندها علاقة بالكلام اللي أو الانكيتود اللي راها اللي بدات تصدر على المدير الامن مدير دائره الامن والاستعلام السابق الجنرال توفيق او الفريق محمد مدين واللي تكلم بها وعبر عليها لدى احد اصدقائه في مؤخر. يعني احنا رانا نديروا هنايا نربطوا الامور. جنرال توفيق اللي يقيم مقابل مقر بيت الدبلوماسية الفرنسية في حيدرا هو وجنرال نزار جيران يعني دار حدود دار. جنرال توفيق قلت لكم تكلم مع أحد الوجوه المعروفة الإعلامية في الجزائر وعبر له عن تدمره من الوضع وعدم رضاه عن هذه الواجهة المدنية الحالية. هذه هذا الوجه الإعلامي راكم قاعد تعرفوه واللي هو الصحفي حفيظ دراجي الذي يشتغل في قناة الجزيرة. الجنرال توفيق عبر له على أن لازم يوقع تغيير في الواجهة المدنية تاع النظام لأن الوضع لم يعد يحتمل. الكلام هذا اللي التقطه واللي كما يقولوا عرفه الحفيد الدراجي من خلال الجنرال توفيق نقله اللي راه دروك يسموه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية واللي هو أضحى في التجمع الوطني الديمقراطي يسموه مندير بودن. راكم تشوفوا الصورة نتاعه. هذا مندير بودن هو من أحد المقربين من طرف يعني المعين على المرضية على المجيد تركون. الكلام اللي قاله الحافظ الدراجي نقله حرفيا مندير بودن إلى عبد المجيد تركون وقال له باللي هذا الكلام أو راه الجنرال توفيق ما راهش ينظر بعين الرضا الى بقائك على رئاسة مؤسسة رئاسة الجمهورية وراه مقتنع بانه من الضروري الذهاب نحو تغيير الواجهة المدنية وحتى العسكرية. والكلام تاع توفيق هذا يعبر عليه مرات امام قائد الاركان الحالي سعيد شنقري على خاطر يتلاقاو دو طون. هذا الكلام غضب عبد المجيد تبون و شغل احس بان الوضع راه كيما يقولوا ما راهش هو كيما راه باغي. والكلام هذا نتاع توفيق هو مرده ماذا؟ مرده ان القرارات اللي راه يديها تبون هو شنقريحه مؤخرا فيما يخص المستوى الداخلي سياسه القمع تصير ازمه منطقه القبائل القرارات الارتجاليه اللي راه يديرها خصوصا تبون مؤخرا كما قلت لكم نفس الشيء على المستوى الخارجي خصوصا العلاقات مع المغرب القرار قطع العلاقات الدخول في مواجهة مع كما يقولوا الاتحاد الأوروبي بسبب قطع الغاز قطع تمديد إمداد الغاز عبر أنبوب المغرب أوروبا شغل هذيك الأزمة اللي وقعت مؤخرا بين
النظام وفرنسا، كل هذه الأمور توفيق رئيس دائرة الأمن والاستعلامات السابق خلاه كما يقولوا يقول كلام اللي بالنسبة ليه أنه آن الأوان باش يتم تغيير الواجهة المدنية حتى ما تتأزمش علاقات الجزائر خصوصا مع المنتظم الدولي، هذا من جهة. ومن جهة تانية المشكلة نتاع الشرعية، لأن لحد الساعة عبد المجيد تبون وشنغريها، يعني هذول لي بارتنير اللي راهم في البوفوار اكتيالمون، ما قدوش يسترجعوا الشرعيه الشعبيه، وفشلوا في الاستحقاقات الانتخابيه اللي شغل مرت سور تروا، يعني خلينا من هذاك الانتخاب نتاع تبون في 12 ديسمبر 2019، كاين دستور اللي داروه في 1 نوفمبر 2020، والانتخابات البرلمانيه اللي اندارت، وهذه الانتخابات اللي راها جايه واللي غادي تكون فيها ايضا عزوف انتخابي، وهي الانتخابات المحليه في 27 نوفمبر 2021، يعني في هذا الشهر. هو متوقع أن أطراف داخل النظام بدأت تفكر بشكل جدي في ضرورة تغيير الواجهة، لأن هذه الواجهة أثبتت على فشلها وأثبتت على عدم تمكنها من تسيير خصوصا الدبلوماسية الجزائرية بالشكل اللي يخدم المصالح نتاع الجزائر، واللي خصوصا في العلاقات مع المغرب دخلتها، يعني المشكل مع المغرب ولا مشكل احنا قد نقولوا دروك ولا مشكل دولي، يعني ماشي مشكل غير مع المغرب، مع القوى الكبرى. وراكم شفتوا التدمر نتاع النظام بعد قرار مجلس الامن الاخير حول قضيه الصحراء المغربيه، وهذا اللي بين على فشل الدبلوماسيه الجزائريه رغم استنجادهم يعني برجل عنده خبره كبيره اللي هو السيد رمطان العمامره. يعني الكلام اللي قاله رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللي عبر به على يعني اتيتر بريفي واللي تم الوشاية بهذا الكلام على عند عبد المجيد تبون من طرف هذا اللي راه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، راكم شفتوا كيفاش قالته الميزة حنون، يعني دون زان طون، يعني في نفس الوقت تقريبا. هذا راه يأكد على أن القادم في خصوصا في حالة تجدد العزوف الانتخابي، يعني إذا ما كانش طوط بارتيسيباسيون بلوس دو 30%، يعني أكثر من 30% في الانتخابات، غادي يضطر النظام. وهذه ماهيش جديدة، لأن النظام الحاكم في الجزائر معروف عليه أنه يدير دي كو ديتا انتيريور بلا ما يبين لوموند. غادي يضطر النظام باش يدفع نحو تغيير الواجهة نتاعه سواء المدنية ولا العسكرية. إذا ما دارش هذا التغيير نتاع الواجهة نتاعه غادي يكون في خطر. هذا الكلام اللي عبرت عليه لويزة حنون في الإعلام، واللي عبر عليه رئيس دائرة الاستعلامات والأمن توفيق لدى محيطه، يعني ساكليك محيطه الضيق، يخلينا نتوقعوا في المستقبل وقوع انقلاب داخل النظام، وقوع انقلاب داخل النظام. النظام ماهوش كما الانقلابات اللي راكم تشوفوهم في افريقيا، لا سنريا نافوار، باسكو النظام هذا متطور، يعني ما واحد يعني ما يديرش حوايج اللي يديرهم باريكزومبل نشوفوهم في الدول الافريقيه، لا. غادي احد لي زوتي، يعني احد الادوات اللي غادي يلجأ لها النظام واللي كان يلجأ لها مقبل غادي هادو اللي راهم باغيين يغيروا الواجهه المدنيه تاع نظام الحكم الجزائري، غادي يحركوا الشعب كما حركوا الشعب في 2019 باش داروا فان للعهده الخامسه تاع بوتفليقه، باش قبل في حاله فشل
هذه الواجهة في نيل شعبية في الانتخابات، يعني سأسخل روازيان إشك وعرف بزاف هذه روازيان إشك، والنظام ما يتحملش أنه يخلي واجهة مدنية تفشل 3 مرات في الانتزاع عند الشرعية الشعبية، وأنا لهذا هو اللي راه متوقع في المستقبل القريب. قلت غادي يحركوا الشعب، غادي يحركوا الشعب في إطار حالة من يعني دعوة إلى الحراك وتدمر، وتلقى غادي تلقى حتى هذوك اللي وعن حسن نية يعني يعارضوا النظام الحكومي ويدعوا إلى التغيير، غادي تلقاهم يتخندقوا في هذا المسار اللي يبغوه، اللي يبغيه هذا الجناح اللي غادي يقرر باش يغير الواجهة المدنية، واللي راه بعد سقوط قيادة صالح هو اللي راه متحكم في دواليب الحكم. هذا هو الكلام اللي بغيت نوجه لكم اليوم بخصوص المستجدات على مستوى ما يطار داخل كما يقولوا دواليب الحكم، وما هو متوقع في المستقبل بخصوص مستقبل هذه الواجهة المدنية، مستقبل عبد المجيد تبون وشنقريحة، اللي الدولة أخبار كثيرة البارح على أنه أقال الجنرال محمد قايدي. أنا لست متأكد من هذا الأمر، يعني ما نقدرش نتكلم على أمر كما هذا بدون ما نكون متأكد منه، ويقولوا بلي تمت إقالته. يعني يوجد نوع من التخبط، ونوع من يعني كاين أطراف هامة وقوية داخل نظام الحكم غير راضية على القرارات اللي راه ديرها القيادة العليا حاليا، تصعيد مع المغرب بشكل قاطع. يعني ما راهمش مقتنعين بأنهم الجزائر ماهيش بحاجة إلى أنه يكون تصعيد على مستوى العلاقة أو على مستوى التعامل مع المغرب، لأنها ما راهش كاين علاقة دبلوماسية حاليا. وكاين اللي راه يقود التصعيد وراكم عارفين شكون هو جنرال شنقريحة، لأن أنا متأكد بأن شغل عنده عقدة من جهة المغرب، ومرتبطة ممكن ما حدث في أنغالا، ممكن جدا. هذا هو كلامي اليوم حول الوضع أو ما يطار داخل دواليب الحكم نتاع هذا النظام لتغييره وإسقاطه، ماهوش مرتبط بالأشخاص بل مرتبط بالإيديولوجية نتاعه، مرتبط بالعقيدة نتاعه اللي تثبت بزاف في الضرر لبلادنا وللمنطقة المغربية وللقارة الإفريقية. أكتفي بهذا الكلام، وأضرب لكم موعدا في حلقة أخرى من برنامج أخبار في دقائق. لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. كنت قريت واحد التعليقات، الهاشتاغ هو أنك تكتب هذاك الهاشتاغ في منشوراتك حتى ينتشر بشكل قوي، حتى يتفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي، يعني دياز طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي من أجل قارتنا ومن أجل شعوب إفريقيا. شكرا لكم على تتبعكم، وموعدنا إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.